من برشلونة ينضم إلينا الكاتب والصحفي حسين الناجي. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد حسين. كيف يتابع الشارع تطورات هذا؟ الشارع الكتالاني يتابع بقلق كبير جدا هذه التطورات، خصوصا أنها لها تأثير مباشر على حياته اليومية، حيث عانت كاتالونيا وبرشلونة بالذات من وقف تقريبا لكل الحياة العامة اللي موجودة، سواء من ناحية الدراسة، من ناحية العمل، من ناحية الاجتماعية الثقافية. لذلك المواطن في كاتالونيا يترقب بشكل حذر وقلق جدا الأوضاع التي سوف تنتهي عليها هذه الأزمة. أما من جهة المواطن الإسباني فهو أيضا قلق على وحدة بلاده التي تهددها انفصال إقليم كاتالونيا. ومن الجانبين الكاتالان هم مع حكومتهم ومع برلمانهم في طلب الاستقلال، ومن جهة أخرى الشعب الإسباني مع حكومة راخوي التي تطالب بفرض سلطة القانون الإسباني على كاتالونيا. لذلك القلق موجود في كل إسبانيا. صحيح. إلى أين تتجه الأمور لكن سيد حسين وفق كل المعطيات التي لدينا اليوم؟ المعطيات تتجه إلى أن الحكومة المركزية اتخذت قرارها قبل تقريبا 3 أسابيع بتطبيق المادة 155 التي تنص على أن كاتالونيا هي تخضع لحكم مباشر من قبل حكومة مدريد، وكانت تنتظر أن يتراجع رئيس حكومة كاتالونيا بوتجمون أو البرلمان الكاتالاني عن إجراءات الانفصال حتى لا تضطر إلى استعمال المادة 155 من الدستور. لكن مثل ما تابعنا حكومة كاتالونيا وبرلمان كاتالونيا استمر في طلب الاستقلال وأعلن الاستقلال، مما اضطر حكومة مدريد ومجلس الشيوخ الإسباني إلى استعمال المادة 155. الأمور تتجه إلى سيطرة مدريد على، واليوم أول يوم عمل من عمل حكومة كاتالونيا تحت سيطرة مدريد من كل النواحي، من الناحية الإدارية وحتى الشرطة وتقبل المشرعين الكاتالان. ولكن إلى متى يعني هذه السيطرة؟ إلى متى سيد حسين؟ يعني دائما يقال، واليوم خاصة فيما يتعلق بكل عمليات المطالبة بالاستقلال، إما تحدثنا عن العراق أو اليوم نتحدث عن كاتالونيا، ما بعد المحاولة ومحاولة الاستقلال هذه لن تكون كما قبل ذلك. أكيد الكاتالان حكم معيشتي معهم منذ 10 سنوات، يقولون نحن نختلف كليا عن الشعب الإسباني، من حقنا أن يكون لنا دولتنا الخاصة، لنا بلدنا الخاص، لنا عملتنا الخاصة، لنا علم، لكن الوضع العام، الوضع الدولي، وضع أوروبا لا يسمح لهم بذلك. الحركات الانفصالية تبقى موجودة لكنها سلمية، ويتم التعبير عنها بعدة طرق، مثلا في رفع علم الاستقلال على شبابيك المباني، التحدث باللغة الكتالانية، لكن يبقى سيطرة الدولة المركزية وسيطرة مدريد على الإقليم قائمة لحد 25 من شهر كانون الأول القادم، الذي سوف يشهد انتخابات تشريعية جديدة ومشرعة. 21 من شهر كانون الأول، وعند ذلك سوف نرى من سيفوز في هذه الانتخابات. إذا كانت سوف يفوز الانفصاليين، سوف يعيدون الكرة مرة أخرى ويعيدون حكومة انفصالية على حكومة الإقليم وتستمر أعتقد على نفس المنوال. لصالح كاتالونيا الانفصال باختصار سيد حسين، يعني الوضع هناك يختلف عن الوضع بمناطق أخرى، يعني بالأكراد أيضا نذكر هذا الموضوع، لديهم مناصب فخرية لا يوجد لديهم صلاحيات، وهذا لا ينطبق على كاتالونيا. من هنا نسأل، لصالحه الاستقلال أم لا؟ حقيقة الاستقلال الدولي يرتبط ليس فقط في الدولة نفسها. ذكرتي نموذج كردستان العراق. كردستان العراق الوضع الإقليمي والوضع العام والوضع الدولي لا يسمح بانفصال كردستان. كذلك كاتالونيا الوضع الدولي لم نجد سوى
دولتين أبخازيا أعتقد وكورسيكا هم من رحبوا باستقلال كتالونيا، باقي دول العالم كان مع سلطة مدريد ومع عدم تفكك مملكة إسبانيا. لذلك أعتقد الوضع الآن غير مؤاتي دوليا ولا محليا لانتقال كتالونيا. صحيح، هذا ما يقال وهذا ما قيل عن ما حدث في إقليم كردستان، بأنه الوقت هو كان من أبرز يعني غير مناسب نهائيا لهذا الموضوع. شكرا لك من برشلونة الكاتب والصحفي حسين ناجي.